وعندي لعبة هناك سؤال تاني، هل يجب على الإمام التطويل في الركعة الأولى؟ لا يجب. لا يجب؟ أيوه لا يجب، أنت تسأل يجب أو لا يجب، إن كنت تعرف معنى يجب فقل لك لا يجب. ولكن عند قول الشافعية يجب. لا ما فيش قال الشافعية يجب، يجب ما قالوا يجب، قالوا يفضل، يفضل أن يطيل الإمام في الركعة الأولى، كما في صلاة مثلا الفجر يوم الجمعة في الأولى نقرأ بالسجدة، في الثانية بالإنسان، والسجدة أطول من الإنسان، في صلاة الوتر في الأولى بالأعلى سب والثانية. أي ما نقول لك يستحب ما تسمىش واجب. ولكن حضرتك إحدى الجلسات أنت استطعت هذا السؤال على الجمهور، ثم قال لك عند الشافعية يجب. يا أخي ما في يجب، يا أخي ما في يجب، افهم. يفضل. أيوه يفضل صح، شكرا.